بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، هذا لقاء جديد في سلسلة الموت. الحقيقة أنا أحببت أن أطرح هذا الموضوع لأهميته الكبرى، لأن كل واحد منا سيواجه هذا المصير شاء أم أبى. والمشكلة أنك لا تعلم متى تموت، يعني الله تبارك وتعالى أخفى عنا علم الموت، يعني هو عالم الغيب سبحانه وتعالى، فأخفى عنا متى نموت أولاً رحمة بنا، وليعطينا فرصة مفتوحة للتوبة، لعمل الخيرات، للرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وتصوروا لو أن إنسان علم أنه سيموت حتى بعد 50 سنة بشكل معين بطريقة معينة، لن يتمتع بالحياة، سيفقد رغباته وسيفقد أهدافه في الدنيا. لذلك الله عز وجل رحمة بنا أخفى عنا الموت. لذلك عندما تحدث القرآن عن أن الله هو الذي يتوفى الأنفس بالليل، الله عز وجل يتوفى كل إنسان منا أثناء نومه بالليل، تخرج نفسه خارج جسده ثم تعود لحظة الاستيقاظ. هذه حكمة عظيمة أيها الأحبة، ليقول لك الله عز وجل إنك أيها الإنسان كل يوم تموت، ويمكن أن ترى هذه الأحلام وأنت نائم وتظن ظنا يقينيا أن هذا الحدث حدث معك، ولكن هو حلم لم يحدث حقيقة. ليقول لك إن بعد الموت هناك أحداث أيضا، وأن هذه النفس التي يتوفاها الله كل يوم منك أثناء النوم ثم يعيدها لك أو يرسلها لك، هذه عبرة لك أن الموت قريب منك. لذلك أيها الأحبة، بما أن الله أخفى عنا لحظة الموت أو علم الموت أو علم الغيب بالموت، عندما تحدث قال وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، بدأ هذه السلسلة من الآيات بقوله عز وجل في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب. قبل أن يتحدث عن الموت تحدث عن الغيب، وعنده عز وجل مفاتح الغيب. إذن علم الغيب له مفاتيح، له قوانين، ولكن أخفاها الله عنا، لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن أيها الأحبة، الله عز وجل يعلم علم الغيب، حتى كل ذرة في أعماق الأرض يعلمها الله، كل جزيء كوني، كل جزيء ذري، كل إلكترون أو فوتون ضوئي موجود في أعماق الكون يعلمه الله. كيف لا يعلم وهو الذي خلقه؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الآية التالية وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى. هذا الأجل أيها الأحبة، كل إنسان منا له أجل، كل نفس لها أجل مسمى. لذلك القرآن لم يقل مثلا كل إنسان سيذوق الموت، قال كل نفس ذائقة الموت، لأن هذا الجسد مصيره إلى الفناء، أما النفس هي التي تموت موتا حقيقيا عندما تخرج من هذا الجسد وتنتقل إلى عالم البرزخ. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. إذن انظروا إلى هذا التسلسل أيها الأحبة، بدأ بالحديث عن علم الغيب ليقول لك لا أحد يعلم الغيب إلا الله، وبما أن الذي يعلم الغيب هو الله، وهو الذي يعلم متى تموت أنت،
وأن نفسك بيده وهو الذي يتوفاكم بالليل. هذه النفس نفسك بيد الله عز وجل، هو الذي الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. إذن بما أن نفسي بيد هذا الخالق العظيم، ولحظة موتي بيد هذا الخالق الكريم سبحانه وتعالى، ولا أدري أين أموت وكيف أبعث وفي أي أرض أموت وماذا يحدث بعد ذلك، كله بيد الله عز وجل. إذن لماذا أترك الله عز وجل؟ لماذا أتخلى عن هذا الخالق العظيم وألتجئ إلى غيره من عباده الضعفاء الذين سيموتون مثلي؟ يعني كل هذه الكائنات من بشر ومخلوقات، حتى النجوم ستموت، كل هذه الكائنات ستموت وستعود إلى الله وإلى الله المصير. إذن الخالق العظيم الذي روحك بيده ونفسك بيده ومصيرك بيده وموتك بيده، لماذا تنسى هذا الخالق الكريم وتتذكر غيره؟ لماذا لا يعني تتذكر الله عز وجل إلا قبل الموت، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ في هذه اللحظة، لحظة الموت، لا ينتفع الإنسان بإيمانه، عندما يرى ملائكة العذاب لا تنفعه إيمانه، لا ينفعه إيمانه أيها الأحبة. لذلك قال تبارك وتعالى: ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده. تأملوا أيها الأحبة، هذا الخالق العظيم الذي ننساه ونلجأ إلى توافه الأمور في الدنيا، ونخاف من فلان وفلان وفلان وفلان، نخاف من فلان أن يقطع الرزق عنا مع العلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، نخاف من فلان أن يضرنا مع العلم أن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الله هو الذي يضر وهو الذي ينفع. نخاف من يعني المستقبل، ماذا سيحدث غدا؟ والله عز وجل بيده علم الغيب وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. نخاف من المرض، والله تبارك وتعالى الشفاء بيده، لأن هذا الجسد بيد الله. إذا كانت كل ذرة من ذرات الكون بيد الله عز وجل، يقول تعالى: ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فجسدك هذا، كل ذرة من ذرات جسدك في بيد الله في كتاب مبين، الشفاء بيد الله، وإذا مرضت فهو يشفين. فإذا كان الله عز وجل هو الذي يشفيك وهو الذي يسيرك وهو الذي يتوفى نفسك بالليل وهو الذي سيبعثك وهو الذي سيقودك إلى المصير الذي يريد، كيف تخاف من مخلوقات الله والله موجود؟ أيها الأحبة، إذا أردتم أن تعيشوا سعادة غامرة، قووا علاقتكم مع الله، زيدوا ثقتكم بهذا الإله العظيم، تفكروا بقدرة الله، عيشوا مع الله. يعني خلي حياتك هي عبارة عن تأمل لخلق الله، لقدرة الله. يعني تخيل في دماغك دائما أن الله قريب منك، وأنك تخاطب الله وأنه يسمعك أنت تحديدا. هذا الإحساس والله أيها الأحبة يقضي على المرض والخوف والجوع والمشاكل، والله لن يتخلى عنك، الله لا يتخلى. إذا كان الله لم يتخلى عن الملحدين وعن الكافرين وعن المجرمين الذين يبارزونه بالمعاصي ويتحدون الله عز وجل يرزقهم ويعطيهم، هل يتخلى عن إنسان يقول لا إله إلا الله وهو القاهر فوق عباده؟ هذا الخالق هو قاهر فوق كل الناس، لماذا تخشى من الناس؟ والله أحق أن تخشى هذا القاهر العظيم سبحانه وتعالى.
ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. سبحان الله، دقة عجيبة، آية مرعبة. وهم لا يفرطون، لا يوجد تفريط، لا يوجد ظلم، لا يوجد نقص ولا ذرة. إذا كنت من أهل الخير وأهل الإحسان وكنت من أهل التقوى وأعمال البر والثقة بالله عز وجل، ستجد أفضل معاملة من رسل الله لحظة الموت. وهذا المهم أيها الأحبة. إذا كنت غير ذلك ستجد الشيء الذي قدره الله عليك. إذن أيها الأحبة، توفته رسلنا وهم لا يفرطون، ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. لا تستصغر أن تفعل أي عمل فيه خير، مهما كان عمل يعني تراه ضعيفا، تراه قليلا، تراه تافها، ما دام فيه خير اعمل هذا العمل وانتظر لحظة الموت الجزاء. لأن لحظة الموت أيها الأحبة هي التي تحدد مصيرك بالكامل. أحدنا يسعى سنوات طويلة ليمتلك شقة 100 متر مثلا، ويبذل جهده، وهو سيغادرها ربما بعد سنة، ربما لا يعيش فيها أصلا، سيغادرها إلى 2 متر أو أقل، وهو القبر. طيب كيف أنت تفني حياتك لتبني شيء قليل جدا وتتركه، وتنسى جنات عرضها السماوات والأرض، تنسى وجود هذا الخالق العظيم الذي قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. إذن أيها الأحبة، خلاصة هذه الحلقة، ينبغي أن نستعد للموت بالعمل الصالح، نستعد للموت بالصبر. كل صدقة تنفقها وكل كلمة طيبة تعملها وكل مساعدة الإنسان تقدمها، ثق تماما أنها مثل خزان ورصيد لك تجده لحظة الموت، تكون سعيدا به. كل إنسان تؤذيه وتظن أنك قوي فوقه، والله هو القاهر فوق عباده، تظن أنك قادر على إيذاء الناس، على ظلم الناس، وتنسى قدرة الله عليك، هذا الأذى ستجد نتيجته لحظة الموت من خلال العذاب الذي ستذوقه قبل الموت، ليس بعد الموت. يبدأ العذاب في اللحظة التي تسبق الموت، كما قال تبارك وتعالى والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون، اليوم يعني يوم الموت هذا، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. اللهم اجعلنا من المتواضعين وانفعنا بهذه المعلومات، وإن شاء الله سنتابع هذه السلسلة في لقاء قريب بإذنه تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.